السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا طلبتنا الأعزاء، عنوان محاضرتنا لهذا اليوم معنى الفلسفة. مصدرنا الأساسي بهذه المحاضرة كتاب أسس الفلسفة لتوفيق الطويل. نتناول اليوم معنى الفلسفة ونبدأ بالتدرج التاريخي لها منذ بداية لفظها. لم يعرف لفظ الفلسفة عند حكماء الشرق القديم، وقيل أن تلامذة سقراط من أفلاطون وأرسطو وسابق حواريه هم أول من استعملوا الفلسفة كلفظ. إذ أطلق أفلاطون أو العفو قابل أفلاطون بين الفلسفة والسوفسطائي، بين الفيلسوف والسوفسطائي. السوفسطائي اللي هو كان يعلم الشباب من مكان وينتقل بهم من مكان لآخر مقابل أجر يتقاضاه، بينما الفيلسوف ومثاله كان سقراط هو الذي يبحث في طبيعة الأشياء وليس لغاية أو منفعة معينة، وإنما كان ينشد الحكمة لا لغير منفعة أو سبب، وإنما يطلب العلم بكل شيء. فصرح بأنه هذا الكلام لسقراط، صرح بأنه ليس حكيما لأن الحكمة لا تضاف لغير الآلة، وإنما هو محب للحكمة يلتمس بحبه لها معرفة ما يجهله منها. بمعنى أن الفلسفة كمعنى كلفظا كلفظ بدأ به من أفلاطون وما بعد، والذي قابل ما بين سقراط والسوفسطائيين. أما الرأي الآخر وبعض المؤرخين يرون أن ما أول من أطلق معنى الفلسفة هو فيثاغورس. فيثاغورس أول من استخدم لفظ الفلسفة بمعنى البحث عن طبيعة الأشياء، وروي عنه شيشرون أنه قال من الناس من يستعبدهم التماس المجد، ومنهم من يستلذه طلب المال، ومنهم قلة يستخف بكل شيء ويقبل على البحث في طبيعة الأشياء، وأولئك هم الذين يسمون أنفسهم محبي الحكمة أي الفلاسفة. وهذا بمعنى أنه فيثاغورس أطلق أهل معنى الفلسفة على أهل الحكمة من بني الإنسان الذين سماهم محبي الحكمة أو أصدقاؤها. من قال عن نفسه لست حكيما، وإنما لأن باعتبار أن الحكمة لا تضاف إلا لغير الآلهة، وما أنا إلا فيلسوف. إذن الفلسفة بمعناها الأول كمعنى لها فهي تعني محب للحكمة وهو الفيلسوف، وليس حكيما لأن الحكمة كان بنظرهم لا تضاف إلا للآلهة. والمعنى بالنسبة هذه الفلاسفة كلفظ أولي بدأ عند أفلاطون وما بعده أرسطو وتلامذتهم. معنى الفلسفة قديما تمثلت في فلسفة الشرق القديم في حكمته، وكانت تضم عند أهل الشرق العلوم العملية التجريبية والتفكير النظري الديني، باعتبار أنها جملة كانت تستهدف خدمة حياتهم. هذا الجانب من الفلسفة والمعنى اللي استفادوه من لفظة الفلسفة هو استخدموه في العلوم التجريبية العملية والتفكير النظري للدين، حتى كان سببهم الرئيسي في خدمة الحياة ذاك الوقت وتوكيد المعتقدات الدينية. أما عند اليونان فكان التفكير الفلسفي في بدايته أو منطلق من طاليس الذين وأصحابه وأقرانه من أصحاب المدرسة الطبيعيين الأوائل، إذ هو أول من ناقش أو فسر أحاول بتفسير الوجود والبحث في طبيعته والوقوف على طبيعته، وكان يستخدمون المنهج العقلي الذي صنعوه وقاموا على التعليل المنطقي والبرهان العقلي، وهذا أطلق عليهم تسمية الحكماء أي الباحثين عن طبائع الأشياء أو حقائق الموجودات. فأصبحت مهمة الفلسفة البحث عن طبيعة الموجودات. وعرف أرسطو في الفلسفة عرفها أنها البحث في الوجود بما هو وجود، وسماها بالفلسفة الأولى على اعتبار أن الفلسفة تمييز لها الفلسفة الثانية اللي هي كانت تعني بالبحث بالعلم الطبيعي وبالعلم الطبيعي عنده. أما الفلسفة الأولى فهي يقصد بها هي الحكمة، لأنها تبحث عن العلل الأولى إطلاقا، لا الأولى من جنس العفو، تبحث عن الحكمة بمعنى تبحث عن السبب الأول للموجودات. أي كان منصب اهتمام أرسطو بالفلسفة الأولى على العلم الإلهي، لأنه يعتبره بنظره أنه أهم مباحثها وهو الله باعتباره الموجود الأول والعلة الأولى للوجود. وأطلق أرسطو الفلسفة على العلم بعم معانيه
سواء من النظري اللي هو كان أساس الطبيعيات والرياضيات والإلهيات أو الأخلاقي وهو العفو العملي وهو الجانب الأخلاقي والسياسي والاقتصاد. واعتبر الفلسفة بمعناها الضيق أو ما نسميه اليوم بعد ما بعد الطبيعة أي الميتافيزيقا، علم الموجودات بالعلل بعللها الأولى أو علم الوجود بما هو كذلك مجرد من كل تعيين. لذلك كانت هذه الفترة التفلسف فيها يعني هو بالمعنى أنه جهد عقلي يستهدف الكشف عن حقيقة جديدة أو نزوعا عقليا يدفع عليه الشعور بالجهل وتبعث عليه اللذة العقلية، ولا تسوق إليه مطالب عملية ولا معتقدات دينية، وإنما يطلب العلم لذاته، وهذا هو الذي سمي قديما بالعلم. ومن هنا قيل أن العلم والفلسفة قد صدرا عن أصل واحد واقترنا أحدهما بالآخر حتى افترقا في مطلع العصر الحديث. أما الفلسفة بالمعنى بمعناها الواسع عند الفلاسفة المسلمين فهم لم يخرجوا عن ما أكده أرسطو أو لم يخرج عن ما قال به اليونان، فكان له لتعريفات اليونانيين صدى في الفلسفة الإسلامية. فيبدأ الفارابي بتعريف الفلسفة بأنها البحث بالوجود بالموجودات بما هي موجودة. وكذلك الكندي لم يذهب اللي هو سابق العفو سابق للفارابي، أكد على أن الفلسفة هي علم الربوبية والعلم وهي العلم العفو هي علم الربوبية وهي الميتافيزيقية الميتافيزيقا الفلسفة الأولى. أما الفارابي اللي هي بحث عنها أو أكد على أنها هي العلم بالموجودات بما هي موجودة وفرعها إلى حكمة إلهية وطبيعية ومنطقية ورياضية، رأى أنه ليس بين الموجودات العالم الشيء إلا وللفلسفة فيه مدخل وعليه غرض، ومنه علم بمقدار الطاقة البشرية. أما ابن سينا ففي رسائله التسع في الحكمة والطبيعيات فقد عرف الفلسفة بأن استكمال النفس البشري بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه على قدر الطاقة البشرية. فالمعنى العام للفلسفة بدأ من مجرد لفظ على يد اليونان، ومن ثم بدأ التطور به في البحث الذي لم يخرج عما قاله اليونانيين، وإنما كان له صدى واضح بالفلسفة الإسلامية. شكرا طلبتنا الأعزاء، وهذا موجز عن معنى الفلسفة. أتمنى أن أكون قد استفدتكم بهذه المحاضرة. شكرا جزيلا.